انطلقت أعمال القافلة الطبية بوحدة الحمروين الصحية التابعة لإدارة القصور الصحية بالبحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وشهدت القافلة توقيع الكشف وصرف العلاج لعشرات الحالات بمختلف التخصصات الطبية، حيث تضم القوافل وعيادات ومعمل الدم وطفيلات وصيدلية تضم مئات الأصناف من الأدوية. هذا وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظات البحر الأحمر. احنا موجودين في قرية الحمروين التابعة لمركز القصير في محافظة البحر الأحمر، تابعين للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. وطبعا في عيادة الجراحة جميع الكشوفات والتحاليل والفحوصات مجانية والعلاج أيضا، وطبعا القافلة تشمل عيادات متعددة وجميع الخدمات اللي بنقدمها للمواطنين بالمجان. كل الخدمات اللي بنقدمها بالمجان، معمل بيقدم خدمات متنوعة، عندنا معملين، معمل دم ومعمل طفيليات. بصراحة طبعا الخدمات هنا حاجة جميلة جدا، وبالذات في المناطق اللي هي البعيدة دي اللي هي بتجيلها الخدمات بصورة قليلة، لما يبقى تركز عليها أكثر